الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة الجديدة بكامل تشكيلها ويواجه الوزراء بضرورة تحسين الخدمات ومحاربة الغلاء. وأول اجتماع للحكومة الجديدة يناقش توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وتفعيل منظومة معالجة المخالفات الصلبة. التعاون الثنائي وقضايا المنطقة يتصدران مباحثات السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي، ويؤكد رئيس المجلس التزام أوروبا بدعم مصر. ثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. مرحبا بكم وإلى تفاصيل الأخبار. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة الجديدة بكامل تشكيلها برئاسة المهندس شريف إسماعيل عقب أداء اليمين الدستورية. وقال شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن لقاءه الرئيس السيسي مع الحكومة تضمن عددا من التكليفات والتوجيهات الهامة، ومنها ضرورة ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء. بعد نحو أسبوع من تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان لها أن الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل تتألف من 33 وزارة، وشهدت تعيين 16 وزيرا جديدا. الوزراء الجدد في الحكومة تولوا وزارات التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولي والثقافة، وكذلك الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والدولة للإنتاج الحربي. وضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزارات شملت التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وفي إطار جهوده الدؤوبة لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى خلال المرحلتين الراهنة والمستقبلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مساعدا للرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات، من أهمها تحدي القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، وكذلك تحديات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد فترة عصيبة مرت بها مصر خلال السنوات الماضية. آمال عريضة يضعها الشارع المصري في الحكومة الجديدة لتحقيق تطلعاته نحو حياة أفضل، وهو الأمر الذي أكدت عليه تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد من المتابعة والتفاصيل والتحليل حول تشكيلة الحكومة الجديدة، ينضم إلينا في استوديو النيل للأخبار الأستاذ ناصر فياض، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. مرحب حضرتك أستاذ ناصر. التشكيلة الجديدة والنهائية للحكومة اتضحت في صباح اليوم، كيف تابعتها ورصدت أبرز الملامح فيها؟ يعني هو التغيير بنسبة 45%، 16 وزير جديد 17 وزير قديم، دمج 3 وزراء، التعليم العالي مع البحث العلمي، وزير جديد، شؤون الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني. هم باستثناء التربية والتعليم والتعليم الفني كل الوزارات كانت مدموجة قبل كده. نعم. وتم فصلها من سابق قبل الحكومة الماضية. بالفعل. يعني هو حضرتك احنا بنوجد في مصر فك وتركيب الوزارات، كل رئيس وزراء بيبقى شايف له رؤية معينة فبيدمج وزارة او يفصلها، ودي بتحدث تقريبا كل تشكيل حكومة جديدة. في وزارة اختفت خالص، وزارة التطوير الحضري دي كانت عمرها 3 شهور في تعديل مارس الماضي. أيوة. في وزارة استبدلت، وزارة شؤون القانونية ومجلس النواب، مكانها العدالة الانتقالية زي ما حضرتك عارفة. أيوة. يعني طبعا في كنا بنتكلم عن ناس وزراء سوف يخرجون من الخدمة، لكنهم مفاجأة يعني ان هم مستمرين وكده. في وزراء
كانوا يعني في 2 وزراء كانوا وزراء سابقين في وزارات ما بعد ثورة 25 يناير، الدكتور أحمد زكي بدر ده كان وزير التربية والتعليم وحكاية، وفي الدكتور جاء وزير للتنمية المحلية، جاء وزيرا للتنمية المحلية، وأعتقد أن هو عرض عليه التربية والتعليم ولكنه رفض. أسباب الرفض احتفظ بها لنفسه، ولكن أعتقد أن لها علاقة بمكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة. عندي 7 مليون موظف في المحليات بصفة عامة في الأماكن الخدمية، ربنا يوفقه إن شاء الله. هو مسألة مهمة ثقيلة كبيرة جدا، إعادة ترتيب أوراق بشخصية لها ملامح أو صفات معينة بالفعل في أدائها المهني. في وزير هشام زعزوع ده كان وزير السياحة رجع تاني. نعم. والحقيقة أن دي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، أن الوزير يجي ويرجع وبعدين يرجع تاني الوزارة. حصلت مع صابر عرب وزير الثقافة يعني مرتين، وحصلت مع وزير آخر في الحكومة في حكومة ما بعد ثورة 25 يناير. فبالتالي احنا بنتكلم على مسألة الدمج وإعادة الفك والتركيب دي زي ما قلت لحضرتك اللي هي حسب رؤية رئيس الوزراء. لكن تسأليني عن ضوابط، لا ما فيش ضوابط، لكن هي ضوابط عودة الشخصيات تعليقك عليها مرة. والله حضرتك هو ده كان مفاجأة يعني حقيقي، إن ما هو وزارة السياحة فيها كوادر كبيرة جدا وخبرة وذات خبرة، أيضا التنمية المحلية. فأنا مش عارف يعني هي بقول لحضرتك الظاهرة دي بدأت في الظهور بعد ثورة 25 يناير، لما يبقى في اعتراض على اختيار وزير او تاء او 2 أو 3 يرجعوا الوزير القديم عشان يعني العامل الزمني سلاح الوقت بيتحكم، وفي نفس الوقت ربما تحكم في الاختيار وفي القبول. في 3 حاجات، سلاح الوقت وسلاح الملف، انا اكون الملف مدروس كويس قوي، ورقم 3 ان الاعتذارات الحقيقة. هو في المؤتمر الصحفي النهارده قال لنا ان هو قابل 50 شخصية سواء من وزراء القدامى او الجدد، وان الاعتذارات قليلة، ولكن في اعتذارات في اعتذارات واعتذارات يعني كان برضو، لان هو الفترة اسمحي لي انا بصفها ان هي حكومة تحت التمرين، الفترة حتى انتخاب واستكمال مجلس النواب يعني 3 شهور واعادة تشكيل حكومة جديدة. اسمحي لي اقول حاجة، هي 3 شهور دي انا تعبير يعني هي تعتبر حكومة في مرحلة الاختبار او تحت التمرين لحين مجيء مجلس الشعب. لو هي شغلها ظهر وبقت في معدلات تنمية وفي اقتصاد، تحسن في الاقتصاد وتحسن في خطاب التكليف الذي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، فبالتالي ممكن يعاد الثقة فيها ويطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس سواء في الحكومة برمتها او بعض لا في تعديلات هتحصل بعد ابرز ما تم خلال المؤتمر الصحفي. تحدثنا عن بعض التصريحات والاولويات التي خرجت سواء على لسان رئيس الجمهورية بتوصية رئيس الوزراء والحكومة باولويات الخدمات للمواطن، ايضا ضبط الاسعار وتوفير الاحتياجات الاساسية. ايضا خرجت بعض التصريحات عن وزير البترول دكتور المهندس طارق الملا بيتحدث فيها عن توفير الوقود والطاقة، وتصريحات للتنمية المحلية وزير التنمية المحلية بمكافحة الفساد. في 4 وزراء صرحوا النهاردة في أول تصريحات لهم. عندي وزيرة الهجرة صرحت، آخر وزيرة صرحت، في 3 وزراء قدامى مستمرين، اللي هو وزير التموم صرح النهاردة، وزير التنمية المحلية ده يعني العودة الثانية، وفي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عمل مؤتمر صحفي حقيقة كبير وجاوب على كل الأسئلة. في النهاية يعني هو بيقول يعني التواضع حلو، هو بيقول انا لا املك عصا سحريه لمواجهه المشاكل. مش معنى كده ان هو مش هيحل المشاكل، هو يحل المشاكل، ولكن برضه هو في طاقه وفي حدود وفي امكانيات بيتعامل معها، حدود بشريه وحدود ماليه وما الى ذلك. فهو الراجل كان صريح في البدايه علشان يبقى الناس عارفه ان يبقى عارفين ان في حدود وفي امكانيات الحكومه هي تبذل كل ما تستطيع. هيتم التحرك فيها، لكن هل من استراتيجيه معينه خرجت في المؤتمر الصحفي او خطوات على المدى القصير والمدى الطويل؟ لا، هو بدأ ينفذ تكليفات الرئيس الجمهورية، عقد اجتماع مع 3 وزراء لمناقشة استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، السلع التموينية واللحوم وما إلى ذلك، وعقد اجتماع آخر لتدوير القمامة، حضروا 3 وزراء. فبالتالي أول اجتماعين في أول يوم عمل وأول مؤتمر صحفي في أول يوم عمل، نشاط كبير الحقيقة لرئيس الوزراء. ولكن اسمحي لي أقول مش هنحكم عليه دلوقتي ولا الأسبوع اللي جاي ولا اللي بعديه، احنا
عايزين فترة علشان يبقى الحكومة الشعب يبقى راضي عنها وبالتالي مؤسسة الرئاسة تبقى راضي عنها، لأن هو لازم يلمس المشاكل والأوجاع الحقيقية للمواطن المصري. هدف هذه الحكومة باختصار هو كده، وهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفه للحكومة لمس حاجات ومشاكل وحل مشاكل المواطن المصري البسيط، هو ده الهدف. أعتقد أن حتى مجيء المرمان بعد 3 شهور إن شاء الله هتبقى فترة اختبار الحكومة، هل هي حكومة فعلا تحت التمرين ولا تتسبب. إذن المؤتمر الصحفي كان يتحدث عن خطوط رئيسية بحكم الزمن أو الموسم الذي يعيشه الشعب المصري، وطبعا العالم الإسلامي دخول عيد الأضحى وأيضا العام الدراسي الجديد. دعني أتحدث عبر الهاتف مع الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري. مرحبا بحضرتك دكتور حسام، ومرحبا بك في الوزارة مرة أخرى. دكتور حسام أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور حسام وتهانينا، ويبدو أن الكرة ستظل دائما خاصة بالنسبة لسد النهضة في ملعبكم. آخر التطورات بالنسبة لملف سد النهضة الإثيوبي بدأت من الحكومة السابقة تستكمله الآن، ربما هناك أولويات ترسمها في هذه المرحلة. طبعا يعني لآخر شيء نحب نذكر أن المكتبين الاستشاريين يعني كان المفروض في 5 سبتمبر الماضي بيقولنا العرض المشترك بينهم العرض الفني، يعني كان في نوع من عدم يعني منهم توافق في بعض النقاط. حقيقة آخر شيء أن مصر أرسلت دعوة للدول الثلاثة أن إحنا نجتمع ومعنا الشركتين وبنحاول أن إحنا النقاط العالقة بينهم إن شاء الله قريبا جدا نجتمع ونبحث النقاط العالقة بينهم. حتى مع تردد أخبار انسحاب المكتب الهولندي. والله إحنا مصر بتتعامل الحقيقة مع رسميات أو خطابات، فلدينا خطاب حقيقة من الشركة أنها عندها استعداد يعني تتعاون وأنها مهتمة بهذا الموضوع، يعني بعد ما إزالة أي أشياء تكون ما زالت عالقة. لكن حقيقة إحنا المصر تاخدش معلوماتها من المواقع يعني حقيقة. هو بالفعل انسحب المكتب الهولندي من الدراسات الخاصة بالسد أم لا؟ وإذا كان الإجابة بنعم، لماذا هذا الانسحاب؟ لا أنا أشرت لحضرتك لدينا خطاب من الشركة الهولندية بذات اليوم اللي هي يعني نزل في هذا الموقع بتأكد فيه اهتمامها بهذا المشروع وعندها استعداد أنها تتعاون في سبيل يعني حل بعض النقاط العالقة، وبالتالي احنا بندعي الاجتماع في حضور الشركتين وبنشوف هذه النقاط إن شاء الله نزللها. وبالتالي يعني أؤكد لحضرتك ما لا توجد انسحاب من دائرة في مصر رسمية، ما لناش أي مراسلة بانسحاب. طيب فكرة ملف التعديات على نهر النيل والمجرى المائي. يعني يمكن احنا داخلين حوالي دلوقتي 6000 حالة إزالة تم عملها في السابقة، يمكن من أولوياتنا الفترة الجاية ان احنا بنكثف. تبقى لنا الأقفاص السمكية يمكن أنهينا فرع دمياط ورشيد، فاضل عدد محدود من الأقفاص إن شاء الله هتكون في الأولويات عقب أجازة العيد. وطبعا تغليظ العقوبة والتشريعات بتاعتها دي حاليا انتهينا منها في مجلس الدولة، وإن شاء الله في سبيل صدور قانون بإذن الله تغليظ العقوبة للتعدي على النيل والوبيس. إذن مستمرون في سياساتكم داخل وزارة الموارد المائية والري دكتور حسام. ان شاء الله باذن الله تكون يعني الفتره الجايه هتكون فتره تكثيف العمل في كل المراحل يعني. اشكرك جزيل الشكر دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائيه والري. مره اخرى استاذ ناصر، نتحدث عن الحكومه في تشكيلتها، برايك ما يمكن ان تنجزه في هذه الفتره اذا ما شطبنا كلمه الانتقاليه حتى يشعر بها المواطن المصري في المخططات قصيره الاجل كما تحدثنا، وايضا لخروج مجلس النواب وجو التصويت العام بالنسبه للناخب وتهيئته. بالفعل هي طبعا اول انجاز هتحققه هذه الحكومه هو البرلمان الجديد ان شاء الله، هيبقى واضح للناس ان الحكومه
يعني وفرت مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة للتصويت وللإلاء بالأصوات في أمان وحرية وعدم وجود ضغوط أو مشاكل. وحتى المجتمع المدني المتابع للانتخابات والمجتمع الدولي المنظمات المجتمع الدولي الحكومة مطالبة أن هي توفر لها كل المناخ المناسب للتغطية. اسمحي لي أقول في مسألة سد النهضة رئيس الوزراء اتكلم عنه النهاردة في المؤتمر الصحفي. أنا بس بطالب الحكومة وبطالب رئيس وزير الموارد المائية والري، هل ممكن إثيوبيا توقف البناء؟ احنا وصلنا بناء لغاية دلوقتي 50% من السد من سد النهضة. هل من الممكن ان الضغط بشيء بأي شيء على إثيوبيا ان هي توقف البناء مؤقتا لحين حسم الخلاف مع إثيوبيا؟ هم شغالين بيبنوا كل التصريحات كانت بتخرج اننا بنتحدث عن حصة مصر وليس في البنية شغال كما وفقا للأجندة الإثيوبية وليس الأجندة المصرية، فبالتالي في مشكلة بتكبر كل وقت بتزيد وبتتعقد اكثر. فاحنا انا بقترح على الحكومة ان هي يبقى في اي وسيلة دبلوماسية ان الضغط على اثيوبيا ان هي توقف البناء مؤقتا لحين التفاوض مع المكاتب الهندسية. في مكاتب انسحبت تروح اليوم في المؤتمر الصحفي. والله هو اتكلم معالي رئيس الوزراء اتكلم بصفة عامة عن ملف سد النهضة وقال يعني ان هو الحكومة هتضغط فيه وتكثف نشاطها فيه، ولكن لم اسمع حتى هذه اللحظة مسألة او سؤال كيف الضغط على اثيوبيا ان هي توقف البناء في سد النهضة لحين التفاوض وحسم هذه المشكلة، لان فعلا كل الناس بتتكلم البناء شغال واحنا بنتفاوض على ايه طالما البناء شغال، فبالتالي حتى يبقى في وضع جديد بعد كده يعني. فده سؤال انا كمواطن مصري بوجهه للحكومة ووجهه لوزير الري، بقول له ايه المانع ان احنا نضغط على اثيوبيا بوقف البناء في سد النهضة مؤقتا. طيب اخيرا استاذ ناصر، تغيير العدالة الانتقالية بالمسمى الاخر لشؤون مجلس النواب وشؤون القانونية، وايضا فكرة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ما يمكن ان تضيفه الوزارتان وايضا مع وضع في الحسبان الغاء العدالة؟ هم كانوا 36 وزارة بقوا 33، وضيفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، هي كانت موجودة قبل كده على فكرة طول حكومة فترة الدكتور عاطف صدقي، ولكن رجعت تاني. هي ليست مستحدثة ولكن إعادة الشيء لأصله. أمامها ملف كبير جدا، هجرة المصريين للخارج، عندنا الضحايا في البحر المتوسط، عندنا المعاملة في ليبيا، عندنا أشياء ومشاكل كثيرة جدا وأوجاع يتعرض لها المصريين في الخارج. ده دور الوزارة بالتعاون طبعا مع وزارة الخارجية، فبالتالي لازم يبقى في اتصال بينهم مستمر بحيث ان المواطن هناك اللي بيعاني من اي مشكلة ما يروحش السفارة او يروح المقر الخاص بوزارة الهجرة هناك الباب يتقفل في وشه. لا، احنا عايزين يبقى في حل، يبقى المصري في الخارج يحس بآدميته ويحس في ظل وجود وزارة جديدة. والوزيرة تحدثت إلينا اليوم في مجلس الوزراء وعندها نشاط وأفكار حلوة ورؤى موجودة، ونأمل لها التوفيق بإذن الله. وزارة شؤون القانونية ومجلس النواب دي كانت موجودة برضو ولكنها اختفت وعادت تاني. هو أنا شايف إن وزارة العدل تكفي حضرتك، كان قبل كده كان وزارة العدل بتكون بهذه المهمة يعني، ولكن نأمل للوزير وهو يعني مستشار جليل وخبير وله رؤى وفكر في سن وتشريع القوانين، المستشار مجد العجاتي، نأمل له التوفيق. ولكن برضو ممكن هذا الكامل من عدد 33 وزارة ممكن برضو الضغط في دمج بعضهم بحيث ان احنا نصل الى ما كانت موجودة عليه وزارة قبل كده. لما سبق التوقيت عمر هذه الوزارة حتى انتخاب مجلس النواب، وأيضا ربما تستمر بعض الوجوه التي قبلت بلاء حسنا فيها. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. شكرا. هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا لتفعيل منظومة معالجة المخالفات الصلبة وجمع القمامة بجميع المحافظات، وذلك بحضور وزراء الإسكان والبيئة والتنمية المحلية. في اجتماع آخر عقده وزراء الإسكان والتموين والداخلية والتنمية المحلية والصحة والنقل والبترول، ناقش إسماعيل استعدادات هذه الوزارات لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك. القضاء على الفساد والوقوف على احتياجات المواطنين وإجراء الانتخابات البرلمانية في سهولة ويسر أهم أولويات حكومة المهندس شريف إسماعيل في المرحلة القادمة، هذا ما أكده السيد رئيس الوزراء خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين بمقر مجلس الوزراء.
كما عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعا مع عدد من الوزراء لمتابعة الاستعدادات لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتوافر كافة أنواع الوقود. احنا الحقيقة هنتكلم دلوقتي بس على أساس احنا بنبص على الفترة الجاية السريعة، احنا داخلين على اجازة عيد الأضحى المبارك ان شاء الله، فأهم حاجة ان احنا نتكلم فيها ان احنا نؤكد على توفير جميع المنتجات البترولية في خلال الفترة اللي جاية دي، ولا سيما البنزين، علشان جموع المسافرين سواء على الطرق السريعة لقضاء الأجازات في المدن الساحلية أو العودة إلى ذويهم في المدن والأقاليم، وكذلك بالنسبة للسولار. كما أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه سيتم تقييم أداء المحافظين في الفترة القادمة ومحاربة الفساد بشتى أنواعه في المحليات في كافة أنحاء الجمهورية. احنا هندرس يعني الملفات ونشوف الاداء ان شاء الله في المحافظات، وعلى اساسها هيتقرر ان شاء الله اذا كان في حاجه محتاجه انها يبقى يحصل فيها تغيير او لا. كما اكد رئيس الوزراء ان التكليفات الرئاسيه تضمنت تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، منها تنميه محور قناه السويس واستصلاح المليون فدان ومشروعات الطرق. استقرار وتثبيت دعائم الدولة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين أهم أولويات الحكومة الجديدة، هذا ما أكده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. وفي تصريحات خاصة للنيل، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن الوزارة ستكون بمثابة حلقة الوصل بين الجاليات المصرية بالخارج مع الوطن. أوضحت مكرم أنها بصدد التنسيق مع جميع البعثات المصرية بالخارج لبحث احتياجات الجاليات المصرية ووضع خطة عمل للوزارة خلال المرحلة القادمة. تنميت وزارة الهجرة اللي هي حلقة الوصل ما بين المصريين في الخارج وما بين دولتهم. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا خدمت في دول تعاملت فيها مع المصريين في الخارج، في الخليج، في أوروبا، في أمريكا. أنا فاهمة كويس جدا المصريين محتاجين إيه، ودلوقتي أكتر من أي وقت المصري عنده ولاء شديد لوطنه ومنتمي ليها وحسه الأمني عالي، فعايز إن هو يساعد بلده في المرحلة القادمة. هنا بيجي دور وزارة الهجرة ان هي تبقى حلقة الوصل ما بين المواطن وما بين الوزارة المسلمة في الدولة. وفور الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، تجولت كاميرا النيل بين أروقة مجلس الوزراء وفي الشارع المصري أيضا للتعرف على آراء المواطن. أنا بطلب من الحكومة الجديدة أنها تهتم بمحدود الدخل وتهتم بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم الصحة، تمام، يعني نفسنا نطمن على مستقبل أولادنا الجيل الجديد. أنا عن نفسي واحد ما خدش أي حاجة من الحكومة غير التعليم الحكومي. والله طلبات الحكومة من الحكومة القادمة ونتمنى لها كل خير وتوفيق، إن أول حاجة إنها تعالج الأخطاء اللي كانت في الحكومة السابقة، وثانيا إنها تحد من ظاهرة الفساد أو تقضى عليه، يعني تتمنى ظاهرة الفساد اللي احنا شايفينه من الرشوة والابتزاز وكله تقضى عليه، وثالثا تنظر للطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة وجماهير الشعب يعني بالعين البسيطة وترخص الاسعار، يوفروا فرص عمل للشباب ويخلوا بالهم من الشباب شويه، عشان هو دوت اللي هيطلع البلد من اول وجديد فوق. اديك شايف ان كل الكبار اللي بيتخلى عن البلد مش عايز يمسك البلد دلوقتي، عشان عارف طبعا ان في مجلس شعب، وبعد مجلس الشعب مش هيبقى ليه اي لازمه، هيتشال وفي حكومه هتيجي من اول وجديد. عايز البلد تعيش في امان ومنع البلطجه، وان الناس تعيش في حريه، ما فيش حد يفرض ارادته على حد، والحق اسعار تبقى كويسه ورخيصه عشان الغلبان يقدر يعيش. اهم شيء الاسعار، لان احنا ناس موظفين والناس الغلابه الاسعار المرتفعه اللي احنا ب 70 جنيه وب 80 جنيه ومش لاقيين، في ناس مش لاقيه تاكل. حرام الاسعار اللي هي الخضار كمان، الفاكهه والفاكهه والخضار اسعارها غاليه. بالنسبه لي انا كخريجه جديده من الجامعه، بطلب ان يعني ابسط فرص ليا ان انا اخرج الاقي الوظيفه اللي انا محتاجاها. يا ريت كل انسان يشتغل في مجاله، لان كل انسان بيدرس بيقضي عمر طويل في الجامعه بحيث ان هو عايز يدي في المجال اللي هو درس فيه. انا بتمنى ان كل الفساد في كل الهيئات في الحكومه يتقضى عليها. يبص للشعب، ما هو الخدمات يبص للشعب ويبص للتعليم اهم حاجه.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدرك جيدا الثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي، وأن مصر تعتز بالاتحاد كشريك أساسي لها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الذي شدد على التزام أوروبا بدعم مصر في المجالات كافة. في ظل تفاقم أزمة اللاجئين السوريين وتبعاتها على الدول الأوروبية، يأتي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والوفد المرافق له. تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وليبيا والعراق واليمن تطورات كانت حاضرة أيضا على طاولة اللقاء، بالإضافة إلى بحث مجمل العلاقات الثنائية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة خاصة السياسية والاقتصادية منها. قضايا ملحة باتت تستلزم التنسيق بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى، هكذا أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي والمسؤول الأوروبي أعقب اللقاء. تبادلت وفخامة رئيس المجلس الأوروبي الرؤى ووجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة التي تشغل بالنا واهتمامنا، منها قضايا ملحة مثل الأوضاع في الشرق الأوسط عموما والأوضاع في ليبيا وسوريا، ومسائل طارئة ومهمة مثل أزمة اللاجئين التي تواجهها دول أوروبية حاليا. وشرحت لفخامته وجهة نظر مصر في كافة هذه الموضوعات، واتفقنا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتسوية الصراعات القائمة في المنطقة والتي تعاني دولنا من تداعياتها على مدار السنوات الأربع الماضية. الانتهاكات التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استحوذت على جانب كبير من لقاء الرئيس السيسي ومسؤول الاتحاد الأوروبي، استحوذت أيضا على اهتمام الرئيس السيسي الذي أكد أنها تؤشر إلى تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن الاطلاع بمسؤولياتها، مطالبا إياها بالعمل على نزع فتيل هذه الأزمة. اسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأتطرق لموضوع مهم وتابعه باهتمام وقلق بالغ، ألا وهو الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، والتي تعد بلا شك انتهاكا خطيرا للمقدسات الإسلامية، التي يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك تعلق جميع المسلمين بها، بما ينبئ بتصعيد غير مبرر يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام والاستقرار، ليس فقط بالنسبة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بل للمنطقة والعالم بأسره. ومن هنا أطالب الحكومة الإسرائيلية بالعمل الجاد على نزع فتيل هذه الأزمة والتحلي بروح المسؤولية ووقف هذه الانتهاكات اليومية للحرم القدس الشريف باتخاذ إجراءات فعالة وفورية منعا لأسباب هذا التوتر المتصاعد بصورة كاملة، ونتجنب جميعا تبعات تفاقم هذا الوضع وخروجه عن السيطرة. الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب كانت أيضا حاضرة خلال اللقاء، والذي أكد خلاله دونالد تاسك على وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في حربها ضد تنظيماته، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تجري في البلاد. إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمحاربة الإرهاب مع شركائه، وسنواصل القيام بهذا ارتكازا على سيادة القانون. أيضا الاتحاد الأوروبي ملتزم بالوقوف إلى جانب مصر، وسنواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لصالح الشعب المصري. لا تزال مصر تمثل رقما صحيحا في معادلة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ولا يزال الاستماع إلى وجهة نظر القيادة السياسية بها حيال تطورات الأوضاع الخطيرة التي باتت تدق أبواب القارة الأوروبية أمر لا مفر منه. وفي هذا الإطار يمكن فهم حرص رئيس الاتحاد الأوروبي على لقاء الرئيس السيسي وبحث أزمة اللاجئين وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق قبل عقد القمة الأوروبية الاستثنائية في نوفمبر المقبل. من مقر رئاسة الجمهورية على رشوان النيل. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ستيف سكاليز، بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الأمريكي لدى القاهرة.
وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة، منوها إلى أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية وما تفرضه من تحديات ومخاطر. من جانبه أكد الوفد الأمريكي على أهمية دور مصر داخل محيطها الإقليمي، وأشار إلى محورية العلاقات بين البلدين ودورها في تعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولا سيما في المرحلة الراهنة والتي تتطلب جهدا مضاعفا من كافة أجهزة الدولة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع المستشار نبيل أحمد صادق عقب أدائه اليمين الدستورية كنائب عام. وخلال اللقاء شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون وحفظ حقوق المواطنين. نعت رئاسة الجمهورية الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء. تقدمت الرئاسة لحاكم دبي ولشعب دولة الإمارات بخالص العزاء في وفاة الفقيد، كما نعى كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل والأزهر الشريف بإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام نعوا الفقيد. كان ديوان حاكم دبي قد نعى الشيخ راشد الذي وفاته المنية إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عاما، وأعلن الحداد الرسمي في الإمارة لمدة 3 أيام. شتنا مستمرة معكم، وفيها أيضا تابعوا سنه من الاخبار الهامه بعد الفاصل الاقتصادي. وقفات احتجاجيه بعد فاصل الاقتصادي. قادم في نشرتنا اخبار الاقتصاد مع زميل الامير داود إليك. شكرا لك. شكرا هم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في اخبارنا الاقتصاديه وابرز ما نتابع فيها. وزاره الماليه تؤكد انها ستستمر في الانفتاح على العالم لتنويع مصادر التمويل وتفعيل ادوات جديده لجذب الاستثمار. We'll be right back.
أعلن وزير المالية هاني قدري أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة تركز على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر. وكشف قدري في تصريحات له عقب أدائه اليمين الدستورية عن استمرار وزارة المالية في الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب. الوزير شدد أيضا على ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصري من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي لجذب المدخرات الخارجية. أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن جهود الوزارة تصب في هدف جعل مصر مركزا محوريا للطاقة والغاز والبترول في منطقة الشرق الأوسط. وأعلن وزير البترول أن المرحلة القادمة ستشهد استكمال عمليات البحث عن مخزونات من الغاز الطبيعي في البلاد للتأكيد على وجود الطاقة اللازمة لعمليات التنمية للدولة. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام غازي على الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى باعتبارها هدفا استراتيجيا يسهم في تدعيم ركائز الدولة الحديثة. وأوضح الوزير عقب أدائه لليمين الدستورية على التركيز على مشروع 1.5 مليون فدان لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تم الانتهاء من حفر نحو 600 بئر من إجمالي 5000 بئر مطلوبة لتنفيذ المشروع. صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد أن هناك نقاط معينة سيدرسها ويتخذ فيها قرارات، على رأسها هيكلة الوزارة، فضلا عن دراسة تعدد القوانين الخاصة بالأراضي سواء وضع يد أو تبوير. وأشار الوزير إلى أنه سيدرس أيضا الدورة الزراعية لتركيب المحاصيل وكذلك الجمعيات التعاونية الزراعية ومشاكل المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والأرز. تواجه الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تحديات كبيرة، على رأسها دفع المشروعات التنموية الكبرى والتسريع من إنجاز مشروعات الطاقة وحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تفعيل مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وإعادة تشغيل المصانع المغلقة. تحديات كبيرة وآمال عريضة أمام الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والتي جاءت في مرحلة فارقة من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري والتشريعي عقب ثورة 30 من يونيو. دفع المشروعات التنموية الكبرى والتسريع من إنجاز مشروعات الطاقة وحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تفعيل مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، تحديات أساسية على حكومة إسماعيل أن تقدم استراتيجية فعالة للتعامل معها. كما تجد الحكومة نفسها ملزمة بالعمل على الاستفادة من ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا وجولته في آسيا في تسريع الإنجاز في المشروعات التنموية الكبرى. ومع هذه المشروعات والأهداف، يبقى التحدي العاجل للحكومة الجديدة متمثلا في الدخول بقوة في المفاوضات مع شركة إني الإيطالية للوصول إلى اتفاق حول أسعار الغاز، بالإضافة إلى سرعة تطوير البنية التحتية للنقل والتصدير بما يسهم في تسريع دخول الكشف الغازي الكبير في المياه المصرية بالبحر المتوسط إلى الخدمة والإنتاج. ختام أخبار الاقتصاد، عودة من جديد لزملاء هبة حسين وأشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير. وبالعودة إلى أخبارنا وإلى تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة الجديدة بكامل تشكيلتها ويوجه الوزراء بضرورة تحسين الخدمات ومحاربة الغلاء. أول اجتماع للحكومة الجديدة يناقش توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وتفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة. التعاون الثنائي وقضايا المنطقة يتصدران مباحثات السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي
وتاسك يؤكد التزام أوروبا بدعم مصر. نظمت القوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية بوسط مدينة رام الله تضامنا مع المسجد الأقصى المبارك وتنديدا بالجرائم المرتكبة بحق المقدسيين. من ناحية أخرى اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا في القدس جراء المواجهات التي استمرت لساعات في الفجر فجر اليوم. نتابع. هكذا يتحول المشهد ليلا في الأراضي الفلسطينية. شبان غاضبون يقاومون ترسانة الجيش الإسرائيلي بعددهم وعدتهم، لا يهبون القنص والاعتقال ويدافعون عن كرامة الأمة الإسلامية بحجر يحمل معه خوفا على أقصى يدنس أمام العالم، وفاخر بسلاح أرق حكومة نتنياهو لتستدعي جنود الاحتياط لإحباط محاولات هؤلاء الشبان في الدفاع عن عاصمتهم رغم اعتقال العشرات والإصابات بالرصاص الحي. الشعب الفلسطيني حيا له الإمكانيات، عنده الخيارات المتعددة الكفاحية النضالية، ليس فقط العمل السلمي لا، وحتى نلجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل وأن لا يمضوا بغيهم بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. أما المسجد الأقصى المبارك فلا يزال تحت سيطرة إسرائيل بعد تطويقه وفرض الحصار عليه، يبدو حزينا موشحا بالسواد رغم دعوات حركة عدم الانحياز للمجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي لإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها غير القانونية، بالإضافة إلى امتثالها لجميع التزاماتها بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان المطبق في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي. هناك مطالبة واضحة بإنهاء اتفاقية أوسلو وإنهاء الاحتلال والتنسيق الأمني وهناك قرار مجلس مركزي بإنهاء التنسيق الأمني وكافة الالتزامات المرتبطة بإسرائيل كلها، ولكن لم ينفذ سينفذ. إسرائيل ستتمادى في هذه السياسات وفي النهاية ستفرض هذا التقسيم الزماني والمكاني، وكذلك ستهود مدينة القدس بكل ما فيها من مقدسات ومن أراضي ومن بيوت. هنا في الضفة الغربية بدأت سلسلة الفعاليات التضامنية مع المسجد الأقصى التي ستستمر إلى حين وقف العدوان الصارخ على القدس. المشاركون طالبوا السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف واضح إزاء ما يحصل بحق القدس والمقدسيين. مع تحويل القدس إلى ساحة حرب مشتعلة واستدعاء المزيد من جنود الاحتياط الإسرائيليين، تمثل هذه الوقفة بداية لسلسلة من الفعاليات المنددة والمطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بقطع العلاقات الكاملة مع إسرائيل للجمها عما تقوم به من اعتداء سافر بحق الأقصى والقدس. ثروة شقر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. شن السلاح الجوي الإسرائيلي في الساعة الأولى من فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين على سيدرايت وعسقلان لم يسفرا عن وقوع إصابات. كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت برج الإرسال داخل موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قصف الطيران الإسرائيلي موقع أبو جراد التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بحي الزيتون جنوب غزة. الآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة أهم الأخبار الرياضية في نشرتنا لهذه الساعة. أخبار الرياضة مع مصطفى ميزار. المهرجان القومي للمسرح يقدم مسرحية الدخان بالمجان والحاصل على 13 جائزة دولية وعربية. المسرحية تناولت مشكلة الإدمان بطريقة ساخرة وغير تقليدية، ويقدم المسرحية طلبة مسرح كلية الألسن بجامعة عين شمس والذين حرصوا على معالجة هذه المشكلة.
طموح زائد ورفض للواقع ربما كانت الأسباب التي أودت به إلى الإدمان. كوميديا سوداء حاولت الوقوف على ما هو أبعد من ظاهرة الإدمان من خلال عرض الدخان الذي يقدم في المهرجان القومي للمسرح. كل الحياة الروتينية المفروض اللي هو الروتين الإنسان بيعيش فيه من شغل وجواز وما شابه، وكان عاوز يعيش حياة تانية، هو كان رافض الحياة اللي هو عايشها، كان عايز يعيش حياة تانية أكثر حرية وأكثر إبداعا، لكن ما لقاش دوت، فابتدى يتجه للمخدرات اللي هي اللي كانت بتديله الحلم اللي هو المفروض كان عايز يعيش فيه. أنا بعمل دور جمالات أخت حمدي الكبيرة، هي صاحبته وصحاب قوي يعني من هم صغيرين اصلا، هم اطفال كانوا بيعملوا بيقروا مع بعض وبيلعبوا مع بعض. فطبعا هو لما كبر، هي كمان فاهماه قوي وفاهمه دماغه قوي، فهو لما كبر وابتدى ان هو يروح يشتغل الشغل اللي هو فيه وابتدى ان هو يتجه للادمان، هي الوحيده اللي فاهمه هو بيعمل كده ليه. ضحك وبكاء شديد متوافران في عرض الدخان، حيث ستلمس الواقع وانت جالس على مقعدك. احنا الحمد لله يعني العرض ما حدش بيخرج منه مش مارر بكل الحالات اللي ممكن يعني يحس بيها في المسرح، بيعيط بيضحك بيأشر بيتعاطف مع البطل، ساعات بيزعل منه انه ازاي اتجه للطريق ده. احنا بنقدم رساله، بنقول للناس ايه اللي بيخلي الشباب بيوصل للمرحله دي. وانا شايف ان اهم حاجه في المسرح ان يبقى فيه رساله، ما ينفعش يبقى الموضوع كله ضحك، واكيد في عندنا ضحك يعني مش هنيجي نكت على الناس. العرض حصل على 13 جائزة عربية ودولية لطلبة كلية الألسن جامعة عين شمس في محاولة لتناول القضايا المجتمعية بطريقة مختلفة، فهي تضم قيما أخلاقية ومجتمعية ربما اختفت في زحام الحياة. ختاما عناوين الأخبار: الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة الجديدة بكامل تشكيلها ويوجه الوزراء بضرورة تحسين الخدمات ومحاربة الغلاء. وأول اجتماع للحكومة الجديدة يناقش توفير احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى وتفعيل منظومة معالجة المخلفات الصلبة. التعاون الثنائي وقضايا المنطقة يتصدران مباحثات السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي، حيث يؤكد رئيس المجلس التزام أوروبا بدعم مصر. كان هذا كل ما لدينا حتى تفاصيل أكثر على نايل دوت إيجي. شكرا.